أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. إنجيل يوحنا الإصحاح 15 والآية 12 بيقول الكتاب: هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. كيف أحببتنا يا رب؟ ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. هيك أحبنا، وضع نفسه لأجلنا. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من كل أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. مظبوط، هاي الآية فيها الآيات أو الفقرة فيها كتير أشياء نتعلمها. واضح أنه بتعلمنا كيف لازم نحب بعضنا البعض بطريقة مميزة. بس بدي أركز اليوم مش على محبتنا لبعض، إنما على محبة الرب لإلنا. انتبهوا الآية 14: أنتم أحبائي. أنتم أحبائي، هيك بدعينا الرب. لا أعود أسميكم عبيدا، لكني قد سميتكم بالآية 15 أحباء. تعرفوا نحن المؤمنين، لأن الرب هو بحياتنا، بنحضر اجتماعات، نسمع وعظات، بنرنم، بنروح ومنيجي على الكنيسة، أمرات ننسى الفكرة إنك محبوبي. أنت محبوبي، أنت محبوب، أنت محبوب، كل واحد فيكم غالي. الإنسان لما يشعر بالحب بيكون عارف إنه محبوب، هذا الإنسان بيطلع منه طاقات، بيطلع منه أشياء، بيطلع منه أمور بناءة وقوة وعمل وأشياء. مرات نحن المؤمنين لو كأنه شيء مسلم، الرب يحبني وخلص. بدي اليوم هيك أجدد نشاطكم، تصير تمشي أنيتا بالشارع وتقول أنا المحبوبي، هللويا، أنا المحبوب. نبيل بقول أنا مش أي بني آدم، أنا المميز، أنا الغالي، أنا المحبوب. لما يبدأ الياس ويوسف وسيما وشادي كل يقول أنا محبوب، مش بس محبوب على قلب أبوي وأمي، مش بس محبوب على قلب إخوتي، كله رائع، بس أنا محبوب على قلب الرب. أنا سميتكم أحباء للرب، وحبي لإلكم مميز، لأني إيش؟ وضعت نفسي لأجلكم. اليوم كنت قاعد أنا أو ابن بنتي، تعرفوا أنا صرت ختيار، صرت جد، وابن بنتي نام عنا الليلة. تعرفوا شعور مميز، إشي غريب. حطنا أنا وكريستين بيناتنا كل الليل، وهيك الصبح فاق، وشو أنا مبسوط معاه وألعب معاه، كل نهارنا اليوم راح على كيف ندير بالنا عليه. أبو وأمه راحوا رحلة ليوم واحد فحطوا عنا وإحنا كيفنا. إسا ألعب مع الولد، أعتني فيه كريستين وأنا، وتطبخ وطيم وتحط كله عشان هالولد. وأنا هيك أطلع عليها الولد وهيك كل هيك، تعرفوا فرح، إشي شعور صعب يوصف. قلت يا الله لو بنفهم إنه الله بحبنا أكثر من هيك.
من هنا اجتني كلمة الرب، سميتكم احباء. تعرف ان الرب بحبنا اكتر من ايش انا بحب مارتن؟ الرب دي يكون مشغول فيك، يدير باله عليك، يهتم بامرك، يهتم بامرك، يدلعك، يدللك، بس لازم تفهم انك محبوب. تعرف مارتن في بداخله سلام لانه بيعرف انه محبوب. الولد اللي بيشعر انه فيش حد حواليه بيضل يبكي، بيضل خايف، بيضل مرعوب. بس البنت يا جوني بس تمشي حدك بتطلع عليك، بتفكرك انت رامبو، تفكرك اعظم واحد بالكره الارضيه. هيك اولادنا بيشعروا حدنا. كان بالحري لما نمشي جنب الى جنب مع هذا الإله الضابط الكون كله بإيديه بكلمته، أنت محبوب وأنت محبوبي. نحن منحب أولادنا لأجل عدة أسباب. اليوم حاولت ألاقي 3-4 أسباب عشان ما نطولش عليكم، بس بدي أقارن بين محبتنا لأولادنا، ليش منحب أولادنا، وبنفس الطريقة رح نشوف كيف الرب بحبنا لنفس الأسباب. مثلا نحن منحب أولادنا لأنه هدول أولادنا، في بناتنا رباط دموي، مزبوط ولا لا؟ ليش بتحب ابنك؟ لأنك أنت خلفته، هذا من زرعنا، هذا من دمنا ولحمنا. هذا الرباط أنه إحنا ولدناهم هو مصدر الحب. عشان هيك بتلاقي الأم قلبها بيحترق على ابنه إذا كان شوي عنده حم، وبتنامش الليل إذا كان يقح، ومش عارف شو إذا مش عم باكل منيح، وإذا ضرب الهواء، وإذا صفقته دباني، وإذا قرصته ليش؟ لأنه أعطته مش بس من دمه ومن لحمه، مش بس هنا مجرد إنه في بويضة أعطته الأم، إنما أعطته عاش في داخلها في رحمة، محاط بالحب وبالدفع، وهي ولدته كمان بالألم وبالوجع. فهي العلاقة إنه إجا مننا، إجا من زرعنا، إجا من أعماقنا وأحشائنا ومن كياننا، هذا مصدر الحب لأولادنا. عشان هيك أنا منحبهم، فيش حاجة حدا يقول لي، يعني أنا مش شيء مسلم بيه ان احب كل انسان، انا مرات لازم اجاهد عشان احب انسان، خاصه لو ما بحبش، لو انه دفش مثلا، صعب تحب ناس من الشكل المزبوط. اما ابنك دفش مش دفش، بعذب بعذبش، ناعم طويل قصير، ناصح ضعيف، برد برد، يا اخي منحبهم، بحبهم. ليه؟ لانه ولدناهم. قعدت افكر على رب ولدنا بشي محل، رب ولدنا، هيك الكتاب بقول. تعال نشوف، اوكي، برسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول والآية 23. مولودين ثانية لا من زرع يفنى، يعني مش زرع بشر، بل مما لا يفنى. كيف ولدنا؟ قال بكلمة الله الحي الباقية إلى الأبد. الله ولدنا بس مش من زرع، الله ولدنا بكلمته. بكلمته يا شادي في شيء ولد فيك، خليقة جديدة، روح الرب مولود فيك. صدق الرب كلمته، لما احنا بنفكر شو يعني كلمة الرب، الكلمة أمرات منقول في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة، وا 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 وا. تعال نفكر شوي شو يعني الكلمة. تخيلوا لو أنت بدك تتصل معي وأنا ما بقدر أحكي وما بقدر أسمع وما بقدر أشوف، وفي بيناتنا أزاز، أنا ما بتقدر تلمسني، احكي إيش بدك، أنا مش راح أقدر أفهم عليك ولا شيء. ليه؟
لأنه باللحظة اللي أنت ما بتقدر تعبر عن في شيء بقلبك بكلامك، أنت بتبقى بالنسبة لإلي زيك زي الحجر، وأنا ببقى بالنسبة لإلك نفس الشيء. بس باللحظة الأخت خلاص تقول أنا شاعري، أنا هيك، أنا محتاج، أنا فرحان. شو الكلمات؟ هاي الكلمات تعبير عن أعماقنا، عن كياننا. لما بنحكي نحن هاي الكلمات بتحمل إيش في بداخلنا، هذا المخ المركب بكل أجهزته، جسدنا المركب بكل أعضائه. الكلمات هي تعبير عن أعماق وكيان الإنسان. من غير كلمات صعب نفهم هذا الشيء، صعب نوصل إيش في بداخلنا. الله لما أراد أن يكشف عن ذاته وكيانه للإنسان أرسل كلمته، أرسل كلمته. فكلمة الله بقول الكتاب الله عظم كلمته فوق كل اسمه، لأنه الكلمة شيء رائع، هذا تعبير عن كيان وذات الله. بهاي الكلمة بعتها لقلبك يا شادي، بعتها بقلبك يا أختي، وبعتها بقلبك يا أختي. كلمة الله لي جزء من الله، لي أعظم تعبير عن كيان الله هي الولدتنا. مش من زرع يفنى بيموت، مما لا يفنى. أوكي؟ عشان هيك لما نحن نولد من الله بنصبح مين؟ كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. لما تدرك إنك أنت ابن الله، مثلاً نشوف مثلاً أشعياء 63 والآية 16، فإنك أنت أبونا، بقول أنت يا رب إيش؟ أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم. أشعياء 63:16، وإن لم يدرنا إسرائيل أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. شوف محلا، أنت يا رب أبوي. عشان هيك يسوع لما علم تلاميذه قالوا له علمنا أن نصلي كما علم يوحنا المعمدان تلاميذه، قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا. سنحن رحنا حفزنا الصلاة حرفيا، أبانا الذي في السماوات لك اسمك لا يتم اسمك، يلا على البيت. الرب بهاي الكلمات إجا بقول لك لما بدك تحكي معي اتذكر إن أنا الأب وأنت بنتي، احكي معي بهاي الطريقة، قل لي يابا أنت محبوب وأنت محبوبة وأنت محبوب. الياس تمشيش بالشارع وأنت ناسي الفكرة إنك غالي ومحبوبي ومميزي. مش بس هيك، أنا مش بس محبوب، أنا ابن وأنا بنت. أنا ابن بدي هيك. تعرف لما يصير عندنا إدراك مثلا بتوقف في بنتي. امبارح كنا نتحدث أنا وأخوتك عليها، من أول ما خلقت واحنا من آمن، يعني ولادي كلهم نشكر رب، بس انه احنا كنا لينا لان اول واحدة فكنا دائما معجوقين فيها وهي صغيرة هيك. فبقول الرب من اول ما خلقت البنت والرب معتني فيها. لما تعلمت كنت اتحدث انا اخت على موضوع انه بنتي تتوظف. بنتي توظفت في وزارة المعارف، وهذا اشي مش هوين. هذه الاخت قالت لي بنتك لازم تكون تشتغل كمعلمة لمدة 5 سنين، مزبوط ولا لا؟ 5 سنين عشان يوصفوها مرشدة نفسية، وسموها شو بعرف شو بسموها، مستشارة نفسية للولاد. بنتي خلصت تعليم أكم من شهر، استلمت شغل تعيين من وزارة المعارف. مديرة المدرسة تقول لها مين أبوك أنت؟ مين فكرت في واسطة يعني شيء أبوها وزير؟ أو واحد غني أو شيء. قلت لا مش حدا، في عندي أبو فوق. لما بتعيش هيك
ناس قاعدة من غير شغل، كلياتنا قاعدة من غير شغل، بدل ما تقعد تبكي وتلطم وخايف. والأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب لا يعوزم شيء من الخير. ليه؟ لأني ابن. ليه أنا ما بحتاج؟ لأني أنا ابنه، لأني أنا محبوب، لأني أنا مميز، لأني أنا اقتنيت واشتريت، ويسوع أجا بذل نفسه لأجلي، جعلني ابن، أنا ابن. واو، تعرف كيف حياتك بتتغير لما تصير تفهم هذا الشيء؟ فلما توقف بالدور وبيجي رفض للكل تقول لا لا لا، أنا ابن، أنا مميز. في الشغل بيجوا الحلاقين، بقعدوا شوفوا شو بندبوا الحلاقين، يا عمي ما فتش عندي من الصبح غير واحد. لما تكون حلاق ابن الرب قول هني كنا فيش عندنا شغل، أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. طب ليه يا رب؟ لأني ابن. حدا بدي نبدا نعيش هيك بهاي الطريقة. كيف أنا بحب ابني؟ كيف أنا بحب ابن بنتي وابن ابني؟ وكيف بنحب أحفادنا؟ وكيف بنحب أولادنا؟ ليش؟ بس مجرد أنه إحنا خلفناهم. رب عمل أكثر من هيك. هذا بفسر حب أوتوماتيكي. ثاني شيء، نحن بنحب أولادنا لأنه بيحملوا صفاتنا. تعرف إنه إحنا مش بس مجرد رجل وامرأة، الرجل أعطى حيوان منوي، المرأة أعطت بويضة، وهون صار في عنا بوبو والسلام عليكم ورحمة الله. لا لا، مش هيك. نحن بهذا التزاوج وضعنا كل صفاتنا الوراثية. تركيبة جسمك، تركيبة دمك، أنت وأبوك وأبو أبو 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 أبوك. تعرف أنت هذا؟ تعرف أني أنا حامل مش بس صفات أبوي وأمي، إنما حامل صفات أجدادي لكذا ألف سنة لورا. قبل فترة، قبل كم من سنة، يمكن شيء 7-8 سنين، عملت فحص دم DNA. قلت بدي أعرف أنا أصلي منين جاي، هيك لعبي. فبعتت لشركة بأمريكا، بعتت لهم، بعتوا لي إشي لازم تأخذ في زي أنبوب عليه قطنة، كزي القطنة اللي بننظف فيها دينينا، تحطه وانا تحت لسانك، تحط لعاب، تحطه بالأنبوب، بتسكرها، تبعت لنياتها. طيب بعد شي شهرين، شهر ناس قدي فترة هيك، بحطوا لي أصلي وفصلي منين إجينا. مش بس هيك، الإشي المميز إنه قعد يقولوا لي ناس اللي عندها الصفات الوراثية تشبهني بيحملوا أمراض معينة، بس مش رح أقول لكم شو أمراضنا، أما يا أخي عرفونا. صدقني بتطلع على أبوي من إيش كان يعاني، بتطلع على عموميتي، على عماتي، على أهلي، على خياتي. تقول يعني واحد عايش معنا فتح الملف الطبي تبعنا وعم بيقرأ لي، كيف عرفوا؟ من الجينات تبعتنا. لما أنا بخلف ولد، لما أنت بتخلفي بنت، أنت مش بس عم تعطيهم حب، أنت أعطيتيهم صفاتك، أعطيتيهم جيناتك، أعطيتيهم كل صفاتك الوراثية اللي أنت ورثتيها من أمك وأنت ورثتيها لأولادك. عشان هيك لما خلق هذا مارتن ابن لينا بنتي، مين بيشبه مين بيشبه؟ يوم يقولوا لنا بيشبه أمه، يوم بيشبه أبوه، يوم بيشبه زيده، يوم بيشبه كل يوم. استعرف لما يقول لك إنه بيشبه زيده، تعرفك أكيف أنا. بعدين لما يقولوا بيشبه أبوي كيفك. ليه من كيف إن أولادنا يشبهونا؟ لاحظتوا هذا ليش من كيف؟ واو، طالع لأمه، طالع لأبوه، عيني لأبوه، شعراته لأمه، أبصر شو سكنه منيح لأبوه، سكنه مش مزبوط. قديش من كيف؟ لأنه منعرف، أنا عم تقول
هذا زي كأنه عم ننسخ حالنا في أولادنا، هذا استمرارية لهذا التركيب الجيني تبع أولادنا. لأنك بيقولوا اللي خلف ما مات، ليه؟ لأن أولادنا هي استمرارية لإلنا، بيحملوا طبيعتنا مع أمراضنا ومع كل فينا، إن شئنا أم أبينا، المنيح والحاطل بيحملوه. تعرفوا أن الرب ورثنا كمان صفاته؟ تعال أورجيك، تعال شوف مثلا سفر التكوين الإصحاح الأول والآية 27. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. الله خلقنا على صورته، بيشبه نحن منشبه الله، بس مش عينيك ودينك بيشبه الله، إنما الله أعطانا صورته، الله أعطانا طبيعته لما نفخ فينا روح الحياة، فصار آدم نفسا حية. والكتاب الله خلق الإنسان على صورته. ديروا بالكم فينا نحن حتى الناس اللي مش مؤمنين فيها شيء من صورة الله. بالخطية شوهنا صورة الله اللي فينا، تشوهت. لما منيجي عند الرب يسوع، بتعرف ايش كل حياتنا من اول من آمن لحد نموت منساوي؟ انه نرجع هاي الصورة اللي الله خلقنا فيها، نشبه ويشبهنا. تعالوا أورجيكم إنه كلامي هذا مش بس أي واحد اكتسبته. شوف بطرس الأولى، بطرس الثاني الإصحاح الأول لأي 4، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى. والثمينة، ليه الله أعطانا المواعيد العظمى والثمينة؟ قال لكي تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية. الله أعطانا مواعيد حتى بده يرجع لنا، هيا نصير شركاء، نتشارك معاه بطبيعته. بدو الله يرجعنا لهذا المقام اللي خسرناه بالخطيه. شو قال؟ نصير شركاء الطبيعه الالهيه، هاربين من الفساد. فالرب بدو يرجعك لهاي الطبيعه اللي خسرتيها وخسرتها بسبب خطايانا، لان هاي طبيعته فينا. صورة الله بطلت واضحة. طلع كيف لما أنت بتطلع على إيدي هون من خلال هذا الزجاج، شايف إيدي واضحة. لما هذا الزجاج بيجي بيتوسخ، بصير أحط هيك يمكن بتشوف خيال إيدي، لأن الزجاج هذا ملوث. الله بده يرجع لنا الصورة تبعته اللي نفخها في آدم. هذا السبب اللي قدر آدم يكون بمحضر الله، لأنه حمل من طبيعة الله، على صورة الله خلقه. لما روح آدم تنجست بالخطية، بطلت تبين فينا صورة الله. لما بتشوف إنسان مش مؤمن بيرحم حدا، هذا من طبيعة الله اللي نفخ فيه بالخلق. لما تشوف الأم بتحب ابنها أو بنتها، لما تشوف الأب، لما تشوف أي إنسان بحن على جار ولا على طفل ولا على بسي ولا على حمامي، هذا الحنان والرأفة والعطاء. ليه منتأثر لما نشوف واحد؟ هاي طبيعة الله فينا. الله أعطانا من طبيعته، من صفاته. كيف نحن بنعطي أولادنا يشبهونا؟ نحن بنشبه الله بهاي الأمور. بس للأسف مش كل الأمور ضلت، في كتير أمور فقدناها، في كتير أمور تلوثت، في كتير أمور خسرناها. بده الله يرجعنا لهذا المقام، أن نصير شركاء
الطبيعة الإلهية وترجع صورته فينا تبين واضحة. شوف رومية 8:29 في آية رائعة هناك. لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين. مين؟ الله عينك لتكون مشابه صورة ابنه. ستطلع يا جوني ترى يعني الله بده اياك تصير تشبه يسوع، عينك لاجل هذا. انت موجود هون، انا موجود هون يا بشير، انت موجود حتى تصير على صورة يسوع. واو، ليه؟ عشانك بقول لا يستحق ان يدعوهم اخوي. ما احنا اخوي، اذا لازم نكون نشبه بعض 100%. اخوك بيشبهك، اختك بتشبهك، ولادك بيشبهوك، لانه فينا نفس الصفات الوراثيه. الله بده ايانا نشبه يسوع من جهه البر والقداسه. الله بده ايانا نشبه يسوع، مش تروح تربي لي شعر جدولي زي ما نفكر ان يسوع كان مربي جدولي ولا مربي شعر. بدك تشبه يسوع بروحك، بقلبك، بطهارتك، بقداستك، بمحبتك للرب، بحنانك، برائفتك، بلطفك، صفات يسوع تصير فينا. شوف مثلا غلاطيا 4:19، بولس بيصلي الصلاة مؤثرة لأهل غلاطيا. غلاطيا 4 والآية 19، يا أولادي بولس بقول الذين أتمخض بكم. كل مرأة تفهم شو معنى المخاض، الوجع الأليم حتى الطفل هذا يجي للعالم، ما في أصعب من هيك. بقوله بولس أنت عم تتمخض فينا، شو المخاض ليه؟ قال أنا عم بتمخض فيكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. هاي كمان مرة، يتصور المسيح فينا، صير على صورته، صير نشبهه. هذا هو. ولما هيك منصير نشبه الرب، أنا بتخيل كيف أنا بكيف بس يقولي لابنك بشبهك أو حفيدك بشبهك. أنا فكرك يسوع بصير يقول شايف بدك جبران على صورتي، هذا عم بعمل الأشياء، عم بعيش الحياة اللي أنا كنت عايشها. مشابهين صورة ابنه، يتصور المسيح فينا. عشان هيك بقول الكتاب المقدس انظروا أي محبة، انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. هذا حب، أنا ابن حتى ندعى إيش؟ أولاد الله. أنا مش أخ بالكنيسة، أنا مش عضو بكنيسة، أنا مش عضو في عائلة، أنا ابن الله. طب يا أخي ما تعيش زي ابن الله، عيش زي ابن الله، تمتع بحياتك زي ابن لله، عيش بسلام، عيش بفرح، عيش بأمان زي بنت للرب. تعرف حياتكم كلها بتتغير. مرتك دائما بتقول لي أنا البنت المدللة. طيب خلي الله يدللك، أنا أدللك، بس طلع الله مدللها كمان. ليه مدللها؟ لأنه هي بتآمن أن الله بيعتني فينا بكل صغيري وبكل كبيري. بديك تمشي بالشارع وتمشي أخ بالشارع وتقول أنا المدلل، أنا ابن، أنا المميز، أنا اللي اشتراني، أنا اللي دفع ثمني. الذي لم يشفق على ابنه بل بذلوا من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا مع كل شيء. شو المشكلة؟ وين مشكلتنا؟ ما هو الله ضحى بيسوع لأجلي، إذن أنا محبوب. طب شو الباقي؟ إذا أغلى شيء دفع الله، شو المشكلة؟ يطلعك من المينوس ولا يشفيك ولا يرتب أمور بيتك ولا أمور شغلك ولا أمور أولادك؟ أنت ابن، عيش زي ابن، أنت محبوب. فمنحب أولادنا عشان بيشبهونا، حاملين صفاتنا الوراثية،
وهيك أنا بآمن الله بحبنا لأنه فينا منه، فينا من طبيعته، فينا من نفخته، فينا من صورته. أنت محبوب. أمين. مبارك اسم الرب. طيب في كمان إشي، نحن منحب أولادنا، واحد من الأسباب يعني زيادة عن اللي قلته إنه أولادنا هدول من ربيهم، بس التربية مش هويني، التربية مش بس نطعميهم حليب، طعميهم لحمي وبامبا وبسلي ومش عارف شو العناية. يعني كل واحد فيكم خلفت أولاده ربتهم، يعني منقول طلعت روحنا تنو كبروا، نفهم إنه المحبة ما بكفي تيجي نتيجة إنه إحنا خلفنا في كتير نساء بخلفوا أولاد وزدتهم ما بديش ياتهم، هدول أصلاً كل اللي بعملوا إجهاض. وين الحب؟ مزبوط ولا لا؟ زي ما بقول كتاب نساء أيدي نساء حنائن طبخنا أولادهن، في نساء طبخوا أولادهم بالتاريخ. وين الحب؟ طب أنت خلفتيه؟ الخلف لحاله ما بكفي، في شيء تاني. أمرات منقول الأم هي مش اللي بتخلف، الأم مين؟ اللي بتربي. ليه؟ لأنه لما إحنا منربي أولادنا منعتني فيهم، منضح لأجلهم، منحرم من حالنا أشياء، منحرم أنفسنا، منحرم أشياء اللي أنا كنت ممكن أنا أتمتع فيها. بأخو لا يا أبو، أنت كول، أنت إلبس، أنت إدفع، تشرح الكبوت بتلف فيه ابنك بالشتاء، تأكل اللقمة بتميها من تمك، خذ ماما. طب ليه؟ ليش نعمل هالأشياء؟ هاي التضحية اللي احنا بنعملها بتولد حب وحب 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 وحب. مجرد ان اخلف ولد وخلاص منيح، بس ما بكفي. اذا التضحية، العطاء، هذا التعبير عن الحب اللي فينا، وهو كمان بيزيد الحب اللي فينا. مظبوط ولا لا؟ يعني امرات منجيب كلب من ربي، ناخده على الدكتور ومنجيبه ومنطعميه، ووقت ما هو بردان مندفيه ونحطني بالكلب. بيجي يوم الكلب بيموت، في ناس بيبكوا على الكلب زي واحد مات على ابنه. ليه؟ هو لا خلى في الكلب ولا شيء، بس شو سوى؟ اعتنى فيه. أنا بآمن زيادة على محبة الله لأنه هو ولدنا بكلمته وأعطانا من طبيعته أن نصير مشابهين لصورة ابن يسوع. الله يعتني فينا في كل لحظة، الله يهتم بنا بكل لحظة، والله ضحى لأجلنا كمان، مش بس اعتنى فينا إنما ضحى لأجلنا. تعال نشوف الكتاب شو بعلم. كلنا نعرف لأنه هكذا أحب الله العالم حتى إيش؟ بذل. إذن في هنا بذل، بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شوف يسوع شو عمل بغلاطية 1:4، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. كيف انت تشرح الكبوت؟ كيف انت بتقول اذا واحد بيجي بدك بتقول الام او الاب بقول خد قلبي، خد قلبي وانقذ ابني، خد كلوية وانقذ ابني، خد ايش بدك مني، خد رياتي، خد الكبد، معلش انا انقذ ابني. هذا اللي عمله يسوع، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا، قال خدوني انا اموت انت تعيشي. هذا الحب، بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. شوف غلاطية 2 نفس السفر الإصحاح 2 والآية 20، واحدة من الآيات اللي أنا بحبها كتير 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 كتير. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيها، فما أحيا الآن في الجسد إنما أحيا في الإيمان، إيمان ابن الله. اسمع هاي الآية، الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا محبوب، والبرهان على هذا إنه يسوع أسلم نفسه لأجلي. شايفين الحب منين؟
العطاء، وضع نفسه لأجل أحبائه. الذي أحبني، مش بس كتب لي شعر وباي باي، مش قاعد يقول لو شباكك عشباكي كنت بقول لك كيف بهواكي، وقت ما بدك ياتو بقول لك مش فاضي، مش هيك. قال أحبني وأسلم نفسه لأجلي، أسلم نفسه لأجلي. تعرف إن الرب كمان بهمه مشاعرك يا عوني؟ شو عم بتحس؟ شو بتشعر؟ تعال نشوف مثلا أشعياء 63 والآية 9. بس هو مش بس مات لأجلنا، شوف هالآية: في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبتي ورأفتي وفكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. لما تكوني قاعدة كمكتئبة وحزينة وبتبكي، يكون قلبك مكسور، لما يكون قلبك تعبان وضايع، لما تكون مريض ومش قادر، استغرب أقول لك إنه أحاسيسك غالي على الرب لدرجة إنه بيشعر فيك وبحس زيك. أنت متضايق؟ قال في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق. واو، في حدا بحس فيك مشكل؟ في حدا بشعر فيك بهالطريقة؟ الرب مش بس بقول أنا فاهمك، شو يعني فاهمني؟ واحد مثلك إنسان غير عليك، بيجي شخص دعزيك بقول لك أنا فاهمك، كيف فاهمني؟ كيف؟ هو قصدي يقول إن أنا بدي أعزيك، بقول لك أنا فاهمك، ما حدا بيقدر يحمل عنك إشي، ولا حدا، بس الرب. لأنه هاي المشاعر اللي بتكون فينا، الحزن، الألم، الوجع، ما هو اللي وضعها فينا، عشانك بيفهم علينا منيح. أنا أول ما أمنت كنت أحب أكتر إشي بالرب، تعرفوا شو؟ قال يا رب أنت الوحيد اللي فيش حاجة الواحد يحكي معك تاني فهمك شو الموضوع. صدقني كنت كيف على إشي، كان إني إشي عليل، أنا بدي قاعد أفهم كادي شو رأيي، شو فكري، شو أحاسيسي، يمكن بدي نص ساعة ما يفهمش علي. الرب كنت أقول يا رب أنت عارف كل شيء، قال له أنت تعلم كل شيء. في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرتي خلصهم بمحبته ورأفته. هاي الرب اللي بدي حوطك فيها محبي. شوف لما يسوع، مين بعرف الأصغر آية بالكتاب المقدس شو هي؟ بكى يسوع. عن جد بكى يسوع ليه؟ تضايق في ضيقك، تضايق في ألمك، تضايق لما لقى الناس هذول عم تبكي، مريم ومرتا على إلعازر، بكى يسوع. عن جد بكى، الناس فكروا عم بيبكي عليه، لما هو من جاي من قبل 4 أيام قال أنا ذاهب لأوقظه، قال إلعازر حبيبنا مات، كان حتى تؤمنه. طب ليش بكيت يا رب؟ ما أنت جاي تقومه. أنا ما بكيتش عشان إلعازر مات، أنا بكيت عشان اللي بحبهم هذول كانت دمعتهم غالة علي. هذا الرب اللي بيشعر فينا. أنت محبوب، عيشك، كل واحد فينا، كل واحد فينا أنت غالي يا رب. آخر آية أقرأ لكم إياها من سفر أشعياء 49 والآية 19، آية 16. الرب بده يعزي شعبه، بده يعزي أورشليم، هو المقصود شعب أورشليم،
بل هو ذا على كفي نقشتك. هذا الحب الإلهي لا متناهي. أنا بحب مارتن. كريستين كل يوم بدل تقول لي مش عارف كيف بحبه. كريستين كانت تحب الأولاد الصغار تقول لي يعني كان يعني تقول لي مش مستحيل أحب الأولاد. بقدرش أنا واحد ولد يقعد يعذب براسه ويأروش ولا أنا بس يبكي حد ولد بصيبني أعصاب. لحديت مخلق ابن بنتي. وكشو اللي تغير فينا؟ ليش صرنا نحبه بهالطريقة؟ وقديش منحبه؟ ما بعرف كم بقدر أقول يا إلهي على كفي نقشتك. بس الرب هيك عمل. روح روح على بيتك اليوم وتذكر إنه هو على الصليب كان فاتح إيديك وهنا المسامير وبقول يا إلين على كفي نقشتك، يا نادية يا عوني يا لوكا يا لطيفي يا إبراهيم على كفي نقشتك. أنت غالي، أنت محبوب. نفس الأسباب اللي منحب إحنا أولادنا لأجل يعني نفس الأسباب بس مضاعفين مليون مرة زيادة. إحنا منحب بعض الحب، نعطي بعض العطاء، نضحي بعض التضحية. رب بلا حدود، ليس بكيل. بقول الرب يعطي الرب الروح القدس، مش بس الروح القدس ولا إشي الله بيعطينا ياته بكيل، بيقطرش علينا بالقطارة. الله بيعطي بسخاء. تعرفي ليه؟ لأنك محبوبي. من زمان كنت أسافر على بلاد برا، هقعد أفتش إيش ده أشتري، هيدفونز أذنيات ولا ميكروفون ولا جيتارة ولا أوتار للجيتارة ولا موسيقى. إيه كل حياتي هيك، أنا بحب الأشياء. حديت ما إجا مارتن هذيك المرة كنت تركيا، اتصل كريستين أي نمرة ورد الابن الولد هذا، جبت له بدلي وكمان بدلي وكمان بلي. تعرفوا ليه؟ في إشي جديد بحياتي. أنا بآمن الرب بده يخليكم تختبروا هذا معاه. شو محتاج؟ شو حاجتك؟ بده يعطيك زي كيف أنا بجيب لابن بنتي البدلي أو الحرام أو أي شيء أو اللعبة، لأنه أنا مشغول فيه. وهيك الرب مشغول فيكي، بس قولي إيش بدك وعيشي زي بنت للرب. خلينا نحن رؤوسنا ونصلي.